تروح للخبر اللي استعرضته مع حضراتكم في استعراض الأخبار النهاردة. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بيطالب النهاردة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بوقف جميع الأعمال القتالية في تجري بعد استمرارها لنحو شهر، ما أدى للنزوح يعني ما يقترب من 50,000 إلى السودان وغيرها. وقال عبر حسابه على موقع تويتر، والمقصود مايك بومبيو: لقد تحدثت مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على اليوم ودعوته لإنهاء القتال في تجري والبدء في المحادثات والسمح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. من الضروري حل الصراع الدائر وإبقاء إثيوبيا على طريق الديمقراطية. الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صبرين، مساء الخير يا فندم. خير أستاذ محمد. يعني هو مش رئيس وزراء إثيوبيا أعلن من يومين أنه وقف القتال وأنه خلاص الحكومة تمكنت من عاصمة تجري؟ طب إيه الجديد يعني في الموضوع؟ الواضح انه يعني التصريحات رغم ان هي اتغلفت بصيغه دبلوماسيه، لكن انه زي ما حضرتك بتقول انه الوضع لم يستقر بعد وانه الوضع في منتهى الخطوره. والكلام اللي طالع من المفوض الامم المتحده لشؤون اللاجئين بيطالب المجتمع الدولي الاستعداد لانه عدد النازحين اللي هيبقوا يتدفقوا على السودان يوصل ل 200,000. ده رقم رهيب طبعا. ومنظمة الأغذية والأمم المتحدة قالت انه هيحصل مشكلة كبيرة. بالضبط. وبرضو اتكلموا على 100,000 أريتري موجود في اقليم تجراي. وان هم معرضين برضو للخطر. الواضح نتيجة القلق من الدول الكبرى ومن الأمم المتحدة بتقولش ان الأزمة انتهت، بل بالعكس الوضع في منتهى الخطورة. يعني حضرتك بتعتقد انه يبقى فيه، طبعا هو ورئيس الوزراء الإثيوبي كان يتحدث عن ان الموضوع خلص ومحدش كلمني في الموضوع ده تاني، لكن يعني فكرة وجود محادثات دي بتدي انطباع انه لازم الجزء اللي فاضل يتكمل بالمفاوضات. تفتكر تنجح هذه المفاوضات؟ ما اعتقدش. يعني ما هو ده البعد التاني، بعيدا عن الاوضاع والمخاوف، كل الاطراف المراقبين بيتكلموا على ان احنا بصدد اوضاع هشة وعدم استقرار وحرب عصابات او حرب اهليه تمتد لسنوات. الضرر الاخر اللي حصل نتيجه الازمه دي هو اهتزاز صوره ابي احمد اللي هو حاول يرسمها او الغرب يرسمها له على انه زعيم اصلاحي ومحب للحوار والتفاوض وواخد جائزه نوبل في السلام. بالظبط. يعني فهو رفض حتى الوساطة الأفريقية ورفض كل الأطراف، بالإضافة لأنه زعيم تجراي يعني في وفقا لرويترز بيطالب بأنه أبي أحمد بوقف هذا الجنون. طيب آخر حاجة عايز أستوضحها من حضرتك أستاذ محمد، يعني تعتقد أنه أثيوبيا ممثلة في رئيس وزرائها أبي أحمد هتمتثل لهذا الطلب الامريكي، خصوصا انها مش محتاجه استمرار للقتال بعد ما اعلنت انه خلاص خلص، ولا هتمارس نفس الصلف وتدير الملف بنفس الطريقه اللي ادارت وما زالت تدير بيها ملف سد النهضه؟ يعني عموما الازمه بينت انه ابي احمد يعني ليس بالشخصيه الحكيمه او الصورة اللي تم رسمها. وواضح ان هو يعني في هناك يعني مؤشرات كثيرة على ان الوضع الداخلي لم يستقر لي، وانه بتواجهه بصعوبات كثيرة، وهناك مؤشرات ان ممكن الوضع مش بس ان هو يقتصر على تجراي، انما ممكن يمتد لبقية اجزاء اخرى من يعني الوضع مرشح للانفجار، يعني مرشح بالطبع لانه يبقى أسوأ. وبالتالي ده يعني اثيوبيا ممكن هتكون منغمسه او منكفئه في اوضاعها الداخليه لفتره طويله،
ودول الجوار يعني بتشعر بقلق شديد نشكرك نتيجة عدم تجاوبه علشان حل هذه المشكلة. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابرين، ولا نتمنى أبدا لإثيوبيا أن هي تدخل في هذا المنزلق وأنه يبقى في حرب أهلية أو حرب عصابات أو طبعا إقليم تجري له تاريخ طويل في الحكم في إثيوبيا وله أغلبية في الحكومة وفي البرلمان، حتى وصول أبي أحمد إلى السلطة وربما صدرت منه بعض التعهدات أنه ده الوضع ده مش هيستمر وأنه وده اللي حصل بالفعل، وجبهة الأورومو اللي هو منها أصبحت هي المسيطرة. أيا كانت التفاصيل الإثيوبية دي شأن داخلي، لكن احنا لا نتمنى إلى كل سلام لهذه الدولة وجارتها الإفريقية. النهاردة تم